أهلا بكم في النشرة الاقتصادية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن البورصة زايد بن راشد الزياني. تم تكريم 80 طالبا مشاركا في الحفل الختامي لبرنامج التحدي الاستثماري تريد كويست الذي تنظمه بورصة البحرين. وفازت في المنافسة هذه السنة مدرسة سانت كريستوفر بالمركز الأول، وجاءت مدرسة ابن خلدون الوطنية بالمركز الثاني، فيما حلت مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية في المركز الثالث. وأكد الزياني أن الحكومة تولي الجانب التعليمي جل اهتمامها ومساندتها، خاصة وأن العنصر البشري هو الأساس في تطوير الاقتصاد والارتقاء بالمجتمع. وأعلن الزياني أنه اعتبارا من العام القادم سيتم تخصيص جوائز بقيمة 10,000 دينار للفرق الثلاثة الأوائل. هذا البرنامج في نسخته 18 هذا العام، ويعطي دافع للطلبة من مختلف المدارس للتعرف على كيفية الاستثمار وأهمية الاستثمار في البورصات العالمية، سواء على مستوى البحرين أو بورصة نيويورك. بالنسبة لنا البرنامج كان ناجح جدا، مثل ما ذكرت في كلمتي، والنجاح ليس فقط من فاز بس كل من شارك، بحيث أن الجيل الجديد يتعلم على كيفية العمل في حدود ميزانيات. نجاح باهر في كل سنة، وشيء يفخر فيه كشخص قبل كبورصة البحرين لوجود هذا العدد الهائل من الطلبة اللي فيهم البعد الاستثماري، ونرى توجه الأولياء الأمور والبنوك ووجود المجتمع الكوميونتي كاملا يساند نجاح البرنامج.